gamma ray log, shale is usually more radioactive than sand or carbonate. Gamma ray log can be used to calculate volume of shale in porous reservoir or reservoir. إذا مجس جاما راي يتحسس أو يقيس الإشعاع الموجود على بالطبقات الممتدة على طول بروفايل البئر أو على عمق البئر. عادة الشيل اللي هو يكون يتضمن بشكل أساسي الطين يكون أكثر إشعاعا من الكربونات أو الساند فورميشن. الساند هو الـ SiO2 والكربونيت هو اللايمستون والدولوميت. جاما راي لوج يستخدم أيضا لحساب حجم الشيل الموجود بالمكمن أو بالطبقة. حجم الشيل يعبر عنه بشكل كسر fraction كسر the volume of shell expressed as decimal fraction يعني بشكل كسر ما إلى وحدات يعني كنسبة or percentage ويسمى V shale. Calculation of gamma ray index is the first step needed to determine the volume of shale from gamma ray log. إذن أنا راح أحسب بالبداية ما يعرف بالgamma ray index اللي هو يكون خطوة أولية لحساب حجم الshale الموجود بالطبقة. لاحظ الآن هذا هو الجاما راي اندكس يساوي جاما راي لوج ناقص جاما راي مينيمم على جاما راي ماكسيمم ناقص جاما راي مينيمم. لاحظ هنا التفسير لهذه جاما راي لوج هو جاما راي ريكوردد فروم لوج. اذا هاي قراءة المجس. جاما راي مينيمم جاما راي فور كلين ساند. اذا انا هنا قياس اشعة جاما عن طبقة رملية نظيفة يعني أقل قراءة للجاما راي موجودة بالتسجيل. جاما راي ماكس هو جاما راي فور شيل. احنا قلنا الجاما راي يتحسس للشيل على اعتبار الشيل يكون أكثر إشعاعا. فأعلى قراءة للجاما راي لمجز جاما وين يكون؟ يكون مقابل طبقة شيل. لاحظوا وياي أيضا قلنا الآي هو جاما راي إندكس. هذا الجاما راي إندكس ببعض الأحيان يعتبر هو البي شيل لكن في أغلب الأحيان هو خطوة لحساب الفيشيل يعني لازم يدخل بمعادلات أخرى حتى نحصل من عنده الفيشيل. السونيك لوج. السونيك لوج هو المجس الصوتي. المجس الصوتي هو جهاز اللوج ينزل داخل البئر يطلق نوع من الصوت داخل الطبقة عن طريق الترانسميتر أو الباعث. طبعا هاي موجة الصوت خلال مرورها بالصخور تتوهن تضعف وترتد. من ترتد يستقبلها الرسيفر راح يستقبل موجة صوتية أقل شدة من الموجة اللي انطلقت وينقلها للسطح. عن طريق هذا المجس ممكن حساب المسامية. لاحظ استخداماته determine porosity of reservoir rock إذن يستخدم لحساب المسامية. Improve correlation and interpretation of seismic records يساهم لي في تحسين التفسير للبيانات الزلزالية. أنا مو عندي بيانات زلزالية أو جيوفيزيكس فالسونيك لوج يساهم بصورة مهمة في تفسير البيانات الزلزالية وتعطي صورة أوضح عن الطبقات التحت سطحية. Identify the zone with abnormally high pressure إذن يستخدم لتحديد الطبقات اللي بيها ضغط غير طبيعي. Assist in identifying lithology يستخدم السونيك لوج في تحديد ليثولوجية الصخرة أو المكونة أو الصخارية أو مكونات الصخرة مين متكونة عن طريق ما يعرف ب cross plot إن شاء الله تأخذوا بدراستكم المتقدمة. Estimate of secondary pore space عادة بعض الصخور أو المكامن تصير بها مسامية ثانوية فهذا المجس هو من المجسات المهمة يعني يدخل بعلاقات محددة مع النيوترون لوج والدينسيتي لوج اللي راح يجينا لاحقا ويستخدم في حساب المسامية الثانوية. Indicate
mechanical integrity of reservoir rocks and formation that surround them in conjunction with density data. إذا هنا يكشف عن بعض الخواص الميكانيكية للصخور. يكشف عن بعض الخواص الميكانيكية للصخور أو ما يعرف به geomechanic properties of the reservoir rock. طبعا هذا كله بالتكامل أو بالارتباط مع بيانات الدنسيتي للصخرة. Estimate of rock permeability. طبعا أنا بالنسبة للبيرميبلتي أو النفاذية ولا مجس عندي يقيس لي النفاذية بشكل مباشر أبد، ولا مجس يقيس لي النفاذية بشكل مباشر، لكن هذه المجسات تساهم في إنشاء علاقة للتنبؤ بالنفاذية. أما أي مجس، ما عندي مجس يقيس البيرميبلتي بصورة مباشرة. تستخدم هذه المعادلة لتحويل تسجيل المجس الصوتي من شكل الصوت إلى مسامية. فالفاي المسامية تساوي دلتا تي ناقص دلتا تي ماتريكس على دلتا تي اف ناقص دلتا تي ماتريكس. هذه الدلتا تي هي قراءة المجس، هذه الدلتا تي ماتريكس هي قراءة ثابتة، دلتا تي اف هو قراءة السونيك لوج بالسائل فلويد. هاي الدلتا تي ماتريكس هي مشابهة لهاي وهي ثابتة. لاحظ هنا بتفسيرها، دلتا تي لوج ريدنج مايكرو سكند على فوت، انتبه. دلتا تي ماتريكس هو ترانزيت تايم فور ذا روك تايب ماتريكس. اذا اني كل نوع من انواع الصخور سواء كان شيل او لايمستون او دولومايت او ساند او انهايدريت الى اخره من انواع الصخور، كل وحده لها دلتا تي ماتريكس محدد. لاحظ هنا دلتا تي اف هو الترانزيت تايم فور ذا فلويد فولينج ذا بورز. اذا هو الترانزيت تايم لسرعة الصوت خلال السائل اللي موجود داخل مسامات الصخرة. عادة وليس دائما تكون قيمته 189 مايكرو سكند على فوت. لاحظوا وياي الان هنا from السؤال from gamma ray log the record is 200 API. إذا أنا عندي الآن قراءة 200 API. gamma ray for shell zone is 120 API and gamma ray for clean sand is 40 API. calculate gamma ray index. فلازم نحسب الجاما ري اندكس. عندي القراءة اللوك، عندي الماكسيمم، وعندي المينيمم، فأحسب منها الجاما ري اندكس. السؤال اللي بعده هو على السونيك لوك. إذا كان السونيك لوك ريدنج، إذا قراءة المجس هاي دلتا تي هي 100 مايكرو سكند على فوت، دلتا تي ماتريكس اللي قلنا هذه ثابتة لكل ماتريكس هي 80 مايكرو سكند على فوت، دلتا تي اف هي 190 مايكرو سكند على فوت. كالكوليت بوروسيتي. اذا هنا انا اريد احسب البوروسيتي، كلها متوفرة بالمعادلة، واحول الترانزيت تايم من السونيك لوج الى ما يعادله من او ما يكافئه من المسامية. الدنسيتي لوج. The density log belong to the group of active nuclear tools which contain a radioactive source and two detector. The gamma ray tool, which is a passive nuclear tool, contain no source and can only measure the natural radiation in the formation. The radioactive source is applied to the wellbore wall in a sheltered sidewall skid and emits medium gamma ray into the formation. اذا انا عندي جهاز يحتوي على قلنا ترانسميتر يبعث عندي الجاما ري، وعندي ريسيفر يستقبل لي الجاما ري المنعكسه. بالجاما ري او بمجس الجاما ري